العشرة تماما بتوقيت أسمرة، إلى حضراتكم نشرة أخبار هذا المساء مستهلة إياها كالمعتاد بأهم وأبرز العناوين. إصابة 11 مواطن بفيروس كورونا. توزيع بذور الخضروات والفواكه للمزارعين. نتائج مرضية لمكافحة الأمراض غير المعدية في الجنوبي. مقتل الرئيس التشادي إدريس ديبي قضاة إعادة انتخابه. غوتيريش يدعو الدول إلى التحرك لحماية سكانها من التغير المناخي. ومقاتلة روسية تعترض طائرتين أمريكية ونرويجية فوق بحر بارنتس. ومن العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. إعلان وزارة الصحة. أعلنت وزارة الصحة أن الفحوصات المخبرية التي أجريت في اليوم 20 من مراكز العزل بأقاليم شمال البحر الأحمر والقاش بركة والأوسط وعن سبا إصابة 11 مواطن بفيروس كورونا. وظهر 7 من الإصابات في إمهميمي بأقليم شمال البحر الأحمر، وإصابتان في تسني بالأقليم القاش بركة، وإصابة واحدة في كرن بأقليم عن سبا، وواحدة في أسمرة. في غضون ذلك شفي 7 مرضى كورونا كانوا يتلقون الرعاية الصحية في مستشفيات الأقليم الأوسط. وبهذا بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا حتى الآن 3548، شفي منها 3341، ووفاة 10 مرضى، ولا يزال 197 مصابة كورونا يتلقى الرعاية الصحية في المستشفيات. وزارة الصحة 20 من أبريل 2021. أعلنت وزارة الزراعة توزيع 48 نوعاً من بذور الخضروات والفواكه المحسنة عبر المشتل الوطني للأبحاث الزراعية، 27 من بذور الخضروات و21 من بذور الفواكه. أوضحت خبيرة أبحاث الخضروات والفواكه في المشتل الآنسة إيدن عندي القيام بأبحاث لمدة 3 سنوات على الأقل في أنواع البذور المستوردة التي تتناسب مناخ البلاد وتحمل الآفات والأمراض وتقدم إنتاجاً وفير. وقالت إن الإنجاز الاستثنائي في السنوات الماضية كان في بذور البطاطس، موضحة بأن المشتل قام بأعمال بحثية في 30 نوعاً من بذور البطاطس المستوردة لرفع إنتاج البطاطس الذي كان محدوداً في 130 كنتال من الهكتار الواحد، ووزع 10 أنواع مختارة من بذور البطاطس على المزارعين ليزداد الإنتاج بثلاثة أضعاف. وذكرت القيام بأبحاث على 6 أنواع من شتل الموز لرفع إنتاج الموز في إقليم القاش بركة، وتم اختيار نوعين تم توزيعه على المزارعين وحقق نتائج جيدة. وأشارت الآنسة إذن أن التجارب التي أجريت على نوع البصل الذي سمي بحجاز في إقليم القاش بركة حققت نتائج مبشرة، وسيتم توزيعه في السنوات القريبة القادمة على المزارعين. أوضح مكتب وزارة الصحة في الأقليم الجنوبي أن الجهود المبذولة لمكافحة الأمراض غير المعدية تحقق نتائج مرضية. وأوضح مسؤول مكافحة الأمراض غير المعدية في المكتب أن أمراض السكري وضغط الدم وأزمة التنفس وكذلك أمراض العيون والقلب يمكن السيطرة على أضرارها بإزالة المسببات والمتابعة الصحية، مشيرا إلى تقديم الخدمات المجانية لفحص ضغط الدم في المؤسسات الصحية في الأقليم. وذكر تقديم الخدمات الصحية والدواء المجاني للمصابين بأمراض السكري وضغط الدم والأمراض الذهنية، وأفاد بأن أمراض العيون من الأمراض الشائعة، وقد أجريت حوالي 800 عملية زرقة العين في مختلف مدن الأقليم. وأوضح الجهود الجارية لحل النقص في الأدوية داعيا المواطنين اتباع إرشادات المهنيين الصحيين.
قال مدير الصيدليات التسلسلية أسفل الدت جدل أن الصيدليات التي افتتحت في مختلف المدن تقدم خدمات مشهودة بأسعار مناسبة. وأوضح أن العمل الذي بدأ بفتح صيدلية واحدة في أسمرة عام 1998 بلغ عددها 13 صيدلية عام 2021، ويوجد منها 6 في أسمرة و3 في أقوردات وبارنتو وتسني بأقليم القاشبركة و2 في مندفرة وعد قيح بالأقليم الجنوبي و1 في كرن بأقليم عنسبة و1 في مصوع بأقليم شمال البحر الأحمر. وذكر أن الأنشطة الرئيسية لهذه الصيدليات توفير الدواء المستدام وتقديم النصح والتوجيه بشأن تناول الأدوية وتقديم خدمات متساوية في جميع المدن، مشيرا بأن أغلب الأدوية تقدم بوصفات الأطباء وبعضها دون وصفة بمعيار الصيدلي. وأفاض إلى أن الأسعار المناسبة للأدوية في الصيدليات التسلسلية وتقديم الخدمة ليلا في بعضها خدمتين. وأوضح الصيدلي تسفل الذات أن تناول الدواء بطريقة غير سوية يتسبب في أضرار صحية، ناصحا المرضى لعدم تناول الدواء دون وصفات طبية، خاصة الأدوية القوية لأمراض القلب والسكري والدم والعيون. فاصل ونعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي، ابقوا معنا. أهلا بكم مجددا. توفي الرئيس التشادي إدريس ديبي إتينو متأثرا بجروح أصيب بها على خط الجبهة في معارك ضد المتمردين في شمال البلاد، على ما أعلن المتحدث باسم الجيش للتلفزيون الرسمي. وقال المتحدث الجنرال عزم برماندو أغونا في بيان تولي عبر تلفزيون تشاد إن رئيس الجمهورية لفظ أنفاسه الأخيرة مدافعا عن وحدة وسلامة الأراضي في ساحة المعركة. وجاء مقتل ديبي قضاة إعادة انتخابه لولاية سادسة بحصولها على 79.32% من الأصوات في الاقتراع الرئاسي الذي جرى في 11 أبريل، على ما أعلنت اللجنة الانتخابية. وكانت هيئة أركان الجيش التشادي قد أكدت في بيان تلاه الناطق باسمها أن قوات الدفاع والأمن دمرت بالكامل رتلا من المتمردين الذين توقلوا في شمال كانيم. وقبل أسبوع توقل متمردو جبهة التناوب والتوافق في تشاد، وهي مجموعة سياسية عسكرية تشادية معظم أعضائها من أفراد قبائل القران الأتنية الصحراوية في شمال البلاد. وفي فبراير 2008 تمكن المتمردون في هجوم من الوصول فعليا إلى أبواب القصر الرئاسي قبل صدهم بفضل الدعم الفرنسي. رأت الأمم المتحدة قبل قمة حول المناخ بمبادرة من جو بايدن أن العام 2021 يجب أن يكون سنة التحرك لمواجهة التغيير المناخي الذي باتت عواقبه مكلفة جدا من الآن على سكان العالم. وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال عرض تقريره السنوي برفقة المدير العام للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية بيتيري تالاس أن على الدول التحرك الآن لحماية سكانها من التأثيرات الكارثية للتغيير المناخي. وتتزامن هذه الدعوة مع تقرير مهم قبل قمة المناخ التي يعقدها الرئيس الأمريكي جو بايدن. وجاء في تقرير حول المناخ العالمي للعام 2020 صدر عن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة أن العام الماضي كان الأكثر حراً على الإطلاق، فيما ازدادت تركيزات الغازات الدفيئة المسببة للاحترار رغم التباطؤ الاقتصادي المرتبط بالوباء.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن مقاتلة من طراز ميغ 31 اعترضت طائرتين أمريكية ونرويجية فوق بحر بارنتس وأبعدتهما عن الحدود الروسية. وذكرت الوزارة في بيان أوردته وكالة الأنباء الروسية سبوتنيك أن مقاتلة من طراز ميغ 31 تابعة للدفاع الجوي للأسطول الشمالي قد أقلعت لتحديد الأهداف الجوية ومنع انتهاك حدود البلاد. وحدد طاقم المقاتلة الروسية الأهداف الجوية على أنها طائرة دورية تابعة للبحرية الأمريكية من طراز بوستيون A-8R وطائرة دورية من طراز أوريون R-3S تابعة للسلاح الجو النرويجي ومرافقتهما فوق بحر بارنتس. وأضافت أن رحلة المقاتلة الروسية تمت وفقا للقواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي. والخبر الأخير في هذه النشرة: نجحت طائرة مروحية مسقرة صنعتها إدارة الطيران والفضاء الأمريكية ناسا في إجراء عملية إقلاع وهبوط فوق سطح المريخ. ونشرت ناسا شريط فيديو يظهر حالة من الفرح بين الفريق المكلف بتوجيه الطائرة حيث تعالت الصرخات وصفق الجميع. وتبرز أهمية الإنجاز في كونه أول رحلة لطائرة تعمل بمحرك يتم التحكم فيها على كوكب آخر غير الأرض وفق رويترز. ويبعد الكوكب الأحمر عن كوكب الأرض 173 مليون ميل، لذلك اعتبر الإنجاز العلمي في هذه الطائرة تاريخياً. ولا يزيد وزن الطائرة على 1.8 كيلوغرام، وكان مخططاً قبل الرحلة أن تحلق مكانها على ارتفاع 3 أمتار عن سطح المريخ لمدة 30 ثانية ثم تدور قبل أن تهبط على أرجلها الأربعة. بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام النشرة الإخبارية لهذا المساء. أشكركم على المتابعة. إلى اللقاء.